جموع السعوديين الذين يمثلون الجالية السعودية بالقاهرة والعاملين في السفارة ومكاتبها وقنصلياتها في السويس والأسكندرية توفدوا على سفارتهم بالقاهرة لتقديم المبايعة ومباركة قرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اختيار ولي العهد وولي ولي العهد. وكان في استقبالهم بالسفارة السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. بايعنا جميعا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله على كتاب الله وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، كما بايعنا جميعا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقهما لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى ووطننا الغالي. القادمون إلى السفارة السعودية سطروا في سجلاتها أن اختيار الملك سلمان تأتي دعما للاستقرار وتكريثا لمفاهيم الوحدة والبناء، بناء السعودية الحديثة المشاركة والمتفاعلة مع كل القضايا الإقليمية والدولية. ما تم من تعيينات أكيد هي في مصلحة للمملكة وللأمة العربية والإسلامية. هذه قرارات حكيمة اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن تكون لما فيه خير المواطن السعودي وللأمة العربية والإسلامية جميعا إن شاء الله.